انطلقت بمحافظة قنا فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار حقك تنظمي. وقال مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الصحة بقنا محمود علي إن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظة، لا سيما المناطق المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة والمناطق ذات النسب العالية في المواليد. احنا ان شاء الله بصدد انطلاق حمله قوميه لتنظيم الاسره في اطار اهتمام قطاع السكان وتنظيم الاسره بتغطيه تلبيه واتاحه خدمات تنظيم الاسره للمناطق المحرومه والاحتياجات الغير ملباه على مستوى المحافظه. بيقوم فريق تنظيم الاسره بالاداره بعمل الخطه الخاصه بالحمله على اساس تقديم الخدمه في جميع الوحدات الصحيه، الى جانب وجود عيادات متنقله للوصول الى الاماكن الاكثر احتياجا. الحمله ان شاء الله بتقدم جميع وسائل تنظيم الاسره مجانا لجميع السيدات، ويتم تنظيمها على مرحلتين في محافظه قنا. المرحله الاولى بتضم اداره قنا واداره قوس واداره نقاده واداره افت، والمرحله الثانيه بتبدا يوم 20/2 ان شاء الله بتضم اداره دشنه واداره الوقف واداره ناجي حمادي واداره ابو طشت وفرشوط.